وبرضه من باب العلم بالشيء عايزين نعرف حضراتكم ان النادي الاهلي تقدم كمان بشكوى للاتحاد الافريقي لكره القدم ضد نادي الهلال السوداني بسبب ما تعرض له فريق النادي الاهلي من اعتداءات وتجاوزات يعني تتنافى مع كل الاخلاق الرياضيه ومع كل اللوائح المنظمه لرياضه كره القدم بشكل عام. والكلام ده حصل امتى؟ قبل واثناء وبعد انتهاء فعاليات هذه المباراه. جاء في شكوى النادي الاهلي وهنقولها لحضراتكم بالتفصيل نقطه نقطه اثناء المران الوحيد لفريقنا على ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقصف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره. كاف رغم قرار يعني رغم قرار الكاف بإقامة ذات المباراة بدون أي حضور جماهيري نظرا لعدم توفر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك، إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على 1000 متفرج من جماهيره بحضور المباراة، كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل النقل الآمنة واللائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي النادي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب انتهاء المباراة. يعني حتى عارف لما تيجي تغلس على حد وتعملها بطريقة يعني مش عايز اقول اللفظ يعني حاجه بلدي قوي الصراحه يعني حاجه مستفزه جدا وحاجه يعني تضحك يعني انتوا ايه اللي بيحصل ده؟ على كل حال انا مش عايزه اقول رايي عشان ايه خليني ساكته، بس على كل حال النادي الاهلي لما جه واتكلم عن الشكوى ورفع الشكوى هو اتكلم في التفاصيل وقال كده تحديدا، اولا لما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال عشان يعالج احد اللاعبين هناك اثناء المباراه، احد افراد هذا الطاقم الطبي قام بالاعتداء على لاعب النادي الاهلي محمد عبد المنعم. حد يا اولاد ما شافش الحادثه دي؟ لو اعتدى عليه بايه؟ كلنا شفناها. واعتدى عليه بايه؟ باحد الادوات الطبيه. يعني بجد والله حاسه ان احنا في مدرسه. طيب ترتب على ذلك قيام حكم المباراه باشهار كانت البطاقه الحمراء ليه، وكان مفروض ان هو يغادر الملعب نهائيا. طب هل هو غادر الملعب يا اولاد؟ ما حصلش مش ممكن والله العظيم. لا هو اصر على البقاء على مقاعد البدلاء لفريق طبعا الهلال لغايه نهايه المباراه، هو قرر كده وتساب ان هو يقرر كده ويعمله عادي. طيب عندك بعد كده الشتايم والسباب اللي كانت موجهة للحارس بتاعنا طبعا محمد الشناوي، وفكرة محاولة الاعتداء كمان عليه لما كان خارج من المباراة بعد نهاية اللقاء، ده رقم واحد. احنا لسه عندنا كتير جدا. برضو قام احد افراد الطاقم الاداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي، وكان اخر بينهم برضو كان في اعتداء على لاعبنا حمدي فتحي، فمشهد كان برضو غريب جدا ومش مفهوم. لا هو بجد في ايه؟ ثالث حاجة، لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا وقام مشجعوه اللي كانوا متواجدين زي ما كريم كان بيقول بالمخالفة لقرار الكاف، ممنوع كان وجود أي جماهير. بالمناسبة برضه يا كريم اتقالك هناك في السودان إن النادي الأهلي هو اللي كان طالب الكاف إن هم ما يدخلوش جماهير. طب هو النادي الأهلي ماله ومال القصة دي؟ دي قصة ليها علاقة بالكاف وبتكلم عن السلامة والأمان وتواجد الجماهير، دي مش بتاعت نادي أصلا، لا بتاعت النادي الأهلي ولا بتاعت أي نادي تاني، ده قرار من الكاف. فعلى أي أساس بيتم الحديث بهذا الشكل؟ أنا مش فاهمة. على كل حال في كمان تجاوز كان في حق رئيس وفد النادي الاهلي وطاقم السفاره المصريه بالسودان، الاعتداء على لاعبتنا اثناء مغادرتهم الملعب في الممر اللي كان مؤدي لغرف الملابس، ما حدث ايضا في ملعب نادي الهلال كان اللي هو يوم السبت، السيناريو المتكرر كان مرات قبل كده وتعرض فيه او بسبب لاعبي الاهلي للخطر في مباراه سابقه كانت زي ما كنت بقول لحضراتكم. لا حاجه كانت صعبه، كان تقريبا كان 2020 من سنتين بالظبط، كان شهر 2 برضه، يعني لما وقتها اقتحمت انا فاكره جماهير الهلال ملعب المباراة ورفض النادي الأهلي وقتها. تاني هنرجع نفكر حضراتكم بده، مش نفكر حضراتكم نفكرهم هم، رفض النادي الأهلي التصعيد في الوقت ده حرصا على العلاقات الطيبة بين الأندية والرسالة المفروض السامية أو السامية للعبة كرة القدم. طيب احنا من جانبنا كريم عملنا ده، من الجانب التاني أنا لو حاجة أفكر يعني أو هبص من جانب السوداني، طب هل السودان ما عندهاش الحرص نفس أو نفس الحرص ده للنادي الأهلي؟ فكرة إن أنا أخلي بالي برضو على فكرة العلاقات اللي ممكن تدمر بسبب مباراة، العلاقات اللي ممكن تسوء بسبب مباراة، يعني أنا مش عارفة، يعني مش فكرة بس تدخل الكاف، أنا شايفة على الخارجية السودانية إن هي تتصرف بشكل أكبر من كده، يبقى في رد فعل سياسي مش فقط قرار من الكاف بعقوبات أو غيره، دي وجهة نظري بصراحة. لأن نرجع تاني ونقول إن السودان
ايا كان اسم الفريق اللي كان بيلعب ضد النادي الاهلي طالما هو فريق سوداني يعني بيمثل السودان. والمفروض ان احنا دايما بنتكلم من واحنا اطفال صغيرين بنتكلم عن علاقات المحبه والاخوه اللي طول عمرها بتجمع ما بين الشعبين، فمنين كده ومنين كده؟